لا نظام ولا تنظيم، والناس يضربوا فينا من واحد لواحد، فهمتني؟ وين يجي يشد الصف، مره يعملوه بالارقاب، مره بالصف، مره بالمحابات، مره بطريقه اخرى، ويغلطوا اغلاطهم هم يحملوها للمريض. رسلتي وجيت من 5 نتاع الصباح في الزيت، وجيت وصلت معناها شد الصف، وصلت الرقم 185، وانا خذيت مغادي الواحد وجيت هنا. شوف انا خايف من الكورونا، كان الاكتظاظ علاش وين النظام؟ علاش ما عندنا مع الصحة ما عندهاش هذاك الناس اللي تنظم زعما خربت الدنيا؟ على الأقل 3 معتمدين اللي بعيدة، الوسلاتية، الحاجب، القروين مثلا تلم القرا، والوسلاتية بعيدة والحاجب بعيدة. أظن جيت نحاج بعيون، جيت من 4 متاع الصباح، وأنا هني قاعدة تو نستنى والله للشر، وقاعدين تو كل الفطور لازقناه من 4 متاع الصباح، ونحن قاعدين وتو قولي 36 واحد اللقط. تشوف الزحمه، راك تشوف هاي، تشوف نساء ورجال مخلطه توكينا الاغلب. ما سميش ما سميش نظام، ما سميش المركز ضايع عاملينه. ها مش شباك يمدوا له الورقه نتاعهم مش شباك يخشوا، ونحن قاعدين من 4 نتاع الصباح. اللي عنده معارف يتفضل يدخل ما غير حتى شيء، اللي ما عندوش معارف هاك تشوف امراه ولا راجل هاك تشوف فيهم كيفاش. مركز في ولايه يجي من الحاجب، يجي من السباخ، يجي من الاعلاه، يجي من حافوز، يجي من الوسلاتيه، زعما كذا كل ولايه كل معتمدين يجوا منها 50 بركة. عامل حسابك انت قداش؟ برشا نظام، الله يقدر. واحد يبدا حامل فيروس تدرت الناس الكل باي عاملين مقسمين، هما ماهوش مقسمين، حلوا الباب نسى كل دخل. شدينا الصف البرة في الخلاء، ومحله كان بعد 8، ونحن واقفين بالواقف، وزيد دخلنا لهنا كينا كان العذاب وخوف. طالبوا مركز تلقيح في بوحاجب، خاطر مستشفى جهوي يستحق مركز تلقيح. وفما ضرر اكيد المركز الثاني، الحقيقه لازم المركز الثاني يتحل في قروان، في بوحجله، في اي بلاصه، المهم يتحل المركز الثاني، يخفف على المركز هذايا، خاطر حتى هما البيرسونال راهو تعبوا، راهي مجهود نتاع شهرين متالي، الحقيقه معذورين حتى باش اي رياكسيون نتاعهم نتاع هكا تكون صعيبه شويه، راهي معذورين. دونك اليوم كيما تراو فما اقبال كبير، فو كونو عندنا 3 ايام خذاو ان كونجي، دونك اقبال كبير بالحق، معناها فما وعي خير من قبل نتاع تسجيل، وان شاء الله يكون في عون اعوان الصحه اللي هم بمركز التلقيح. نوجه معناها نداء للمتطوعين كما كانوا قبل عن طريق الاذاعه نتاعكم حياة افام يعطيها الصحة، باش يكون متواجدين معانا، خاطر احنا الصحة وحدنا، ونغيف با دو جيغي لا سيتواسيون، دونك ماذا بينا يكون معانا المجتمع المدني اللي عودونا انهم يكونوا موجودين معانا باش نحلوا الاشكاليات الموجودة في السونتر. فنيا قادرين باش نلقوا في المركز هذايا راهو حتى 1200 و1300 في اليوم. دعوة للمجتمع المدني اللي هما الشركاء معانا في اللجنة الجهوية للتلقيح اللي ترأسها السيد ولي الجهة، خاصة الهلال الأحمر والكشافة التونسية، ماذا بينا يتواجدوا معنا سورتو في الذروة في الفترة الصباحية حتى يساهموا معنا في عملية النظام. ماذا بينا زاد المجتمع المدني، واني نعرف كل قروان فيها مجتمع مدني ناشط برشا، الناس هذية يستحقوا شوية دعم من المجتمع المدني ببعض المشروبات وبعض الماء وبعض الوقت، أو دعم معنوي. الناس هذية هك تشوفها تخدم نهار ثاني عيد وتخدم نهار العيد. النداء لي شامبر اللي يخدموا فيهم، انا بيزوان دي كليماتيزور باش يخدموا في اريحيه، راه خاطر احنا ماشيين للسخانه، وتعرف معناها شو معناها السخانه، حتى على الفاكسان معناها ما يلزموش باش سخان. دونك ماذا بينا لي سونتر هذوما يكون فيهم دي كليماتيزور. دونك احنا نوجهوا نداء لكل معناها متساكني ولايه القيروان ورجال الاعمال باش يكونوا متعاضدين معانا في الحمله هذيا، ويعطيونا دي كليماتيزور لي شامبر هذوما فاكسيناسيون. محمد البرغوث يتلقح، يتلقح المرة الثانية، هذه المرة الثانية تلقيح.